دكتور جميل مش موجود، يعني دكتور أنا لو راح أقدم لحقتك بقى. خليتونا نفتح سيشن جديد وجميل مش هون، كان لحقنا على واحد. أنا موجود. ودكتور كانت البنت تحكي معك، ما لحقت أحكي لك. طيب ماشي، بيت المنتنج على السريع عندي. جميل بده يعني بده مشكلة يحضر ولا بدوش؟ إيش؟ دكتور ممكن أعتقد يعمل بس بيوم ثاني صح يعني. معه، يعني اليوم معتذر هو. معتذر بالضبط. مضبوط طيب هو أصلا جميل معتذر. بصير مهند الشيمي. ايوه نعم. يلا يا مهند. واضح الشعر صح؟ لسه ما اجانا. اوكي. ايوه الان واضح. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا الطالب مهند الشيمي، اليوم إن شاء الله برزنتيشن راح نعمله عن البولي أسيتال كوبوليمر. الأوتلاين المواضيع راح نتحدث عنها بإيجاز: introduction, application and uses, بولي أسيتال production and consumption, بولي أسيتال in future, economics and synthesis and properties of بولي أسيتال. بالبداية introduction، في common name معروف يعني اسم آخر للبولي أسيتال اللي هو بولي أوكسي ميثيلين، تمام؟ وهو عبارة عن 100% recyclable. البولي أوكسيميثيلين was discovered by هيرمان ستادينجر، عالم ألماني عمل مجموعة من الدراسات عليه بعام 1920، طور على هاي الدراسات، بعدين واجهته شوية مشاكل وكان not commercialized at that time. في عام 1952 باحث كيميائي في شركة ديوبونت الأمريكية عمل structure للبولي أوكسيميثيلين، وفي عام 1960 ديوبونت كملت بناء أول مصنع لبناء لتصنيع وتصدير البولي أسيتال. Application and uses، بنستعمل البولي أسيتال في الميكانيكال كومبوننتس لايك جيرز فانز ويل فالفز بوديز اند سكروز، وهي هون في كمان بنلاحظ على اليمين في صور. Electrical insulator connectors and part of device such as TVs and phones. بالميديكال ديفايسز لايك انسولين بن. بالباكجينج اكويبمنت كومبوننت والبلمبنج بارتس. البولي اسيتال برودكشن اند كونسومشن، في ان جلوبال كاباسيتي كانت في عام 2020 1.3 بليون باوند بير يير. بنلاحظ انه اكثر الدول استهلاك طبعا على مستوى الدول هذا الشارت ومستوى القارات وليس الدول فقط. بالصين مثلا قاره ايجا بالمرتبه الثانيه والمرتبه الثالثه والرابعه، هم بنفس المرتبه فعليا تقريبا يعني. نورث اند ساوث امريكا وويسترن اند سنترال يوروب. الليدنج مانيفاكتشررز اوف بولي اسيتال، الشركات المصنعه لها في عام 2016 طبعا هذا الشارت ويعني مستمر لحد 2020 تقريبا بنفس النسبه، كانت الانتاج 18.5 مليون طن لكل سنه. بولي بلاستكس كانت هي الشركه الرائده يعني، وفي كمان شركه ديوبونت وهي الشركه اللي صنعت اللي عملت اول مصنع بصنع البولي اسيتال، وفي شركات رائده مثلا زي ميتسوبيشي، وفي كمان نسب مرتفعه على مصانع اخرى يعني كل مصنع بيعمل سكشن خاص لصناعه البولي اسيتال حتى يتجنب الارتفاع في السعر عليه. البولي اسيتال ان فيوتشر راح ناخذ فتره من 2013 ل 2024، وانواع من البولي اسيتال في منه بيكون مصنوع ستاندرد يو في ستابلايزد، في منه بيكون مكرر رين فورست مثلا، كلها بتشير الى ارتفاع الطلب وتصدير واعاده تكرير واستخدام البولي اسيتال في هذه الفترة. الايكونومكس اوف بولي اسيتال راح نحكي عن اعلى واقل واحدة فقط. اليابان كانت يعني تقريبا 9000 بتبيعه طبعا هذا برايس تريندينج، 9645 دولار لكل طن، واقل دولة كانت تصنعه اللي هي الهند بسعر 1000 دولار لكل طن. السينثيسيس اوف بولي اسيتال او البولي اوكسيميثيلين، اول شيء احنا في حاجة بعدين generally converted to the trioxan specifically 1,3,5 trioxan بتم من خلال acid زائد catalyst، بعدين بنعمل له عمليات purification من خلال distillation extraction عشان نشيل ال water and the other active hydrogen والimpurities، وهذا شكله.
بنفعل التراي اوكسان مع الانيشيتر اللي هو الايثيلين اوكسايد، غالبا بيكون بحضور كاتاليست زائد كابينج تو يعني تو ميك كنترول اون ذا تمبرتشر اوف ذا رياكشن. هذا الرياكشن بيتم من خلال يعني الكاتاليست هون بيكون عباره عن اسيد، وهاي انيشيتر الترناتيفز انيشيتر ايثيلين اوكسايد بروبين اوكسايد اند انذر سايكليك فورمولاز. ممكن نبدل هذا الانيشيتر فيها حتى يعطينا نفس البولي اسيتيل كوبوليمر. 1 مينيت. بروبرتيز اوف بولي اسيتيل properties of polyacetal: high strength, rigidity and toughness, good impact, a low moisture, excellent machinability, high dimensional stability, excellent resilience, marine and recover elasticity. Just around 5 minutes. Thank you. يعطيك العافية. Okay. حدا بيحب يسأل أي سؤال هون؟ طيب روح لي على السلايد تاعت الشركات المنتجة. شركات ايوه هون. مين اعلى شركه بتنتج؟ مين اعلى شركه حاليا؟ شفت اخر سكشن اللي هو اذرز انسا بتكون اللي هي البولي بلاستكس. طيب. هيك اسمها يعني اتوقع. ماشي. تمام. بولي بلاستكس هاي اعلى شركه هسا في ما هو من طول يا بابا طول بقى. انا قلت لك شو بدك تجاوبني على قد السؤال لا تزيد. اوكي بتزيد بتورط حالك. مين. دير بالك. هلا ما انسى الاذرز. هلا خلينا بالبولي بلاستكس. هذا اسم شركة مزبوط. مزبوط. يفترض يعني انه اسم شركة. لا مش يفترض هي اسم شركة. كيف بتعرف انه اسم شركة؟ اسم شركة. اسم شركة اكيد اكيد يعني انا ما حطيت انت شايف اسماء الشركات انت بتحكي لي انه اسم شركة قلت معقول مش اسم شركة يعني. مثلا ديوبونت. اوكي ميتسوبيشي هذول الشركات انتم بتعرفوهم بالضبط بالضبط فبالتالي قياسا عليها بده تكون اسم شركه. اذا انت مش عارف اسم انها اسم شركه يصير السؤال اللي بدي اسالك اياه لا اسم شركه طبعا انا حاط الشارت وعارف انها اسم شركه. شو جنسيتها هاي الشركه؟ طبعا يعني حاط الشارت بدي اعرف انها اسم شركه. شو جنسيتها؟ من اي بلد؟ نعم من اي بلد هاي البولي بلاستكس؟ اتوقع انها امريكا. اتوقع ما تتوقعش قول بعرفش مش اكيد يعني قول ما قول اوكي ما بعرف ما انا حكيت لك يعني. قول لا اعلم لا تتوقع هاي يعني either know or you do not know. مثلا ديوبونت تمام حكيت انت في 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 البرزنتيشن تاعتك انها شركه امريكيه. متاكد ان ديوبونت شركه امريكيه؟ مش 100% صراحه يعني دير بالك بس انها شركه وهي قامت بانشاء المصنع هذا اللي بيهمنا يعني. شركات انترناشونال بس لما نقول شو جنسيتها بدك تحكي جنسيتها يعني مثلا بريتش بتروليوم شركه عالميه بس الجنسيه تاعتها شو؟ بريتش. اوكي بريطانيه. بريطانيه. مثلا ميتسوبيشي شو جنسيتها؟ ياباني. اوكي هلا في بعض الأسماء بتحكي عن حالها حتى لو ما كنت تعرف إنها ياباني ببين مثلا الشركة اللي قبلها هاي يونتي أن هو جروب قد تكون ياباني لأن الاسم طويل يعني بس النقطة إنه هذول الشركات اللي في النص قد لا يهموني كثير بقدر ما أكون أعرف أكبر شركة منتجة من هي. تمام طيب يعطيك العافية بدناش نطول أكثر من هيك. هلا جميل بده يتواصل معي عشان بدنا نحطه على الاغلب نحطه في اخر يوم اللي هو يوم السبت اللي بتخلف بنرميه على اخر يوم. تمام تمام دكتور. نراكم غدا ان شاء الله. يلا يعطيكم العافيه. السلام دكتور. بس سؤال سريع دكتور. نعم تفضل دكتور. هسه بالنسبه للماده ليوم الثلاثاء انا ما حضرت مش عارف لوين وصلت فيها بالضبط. يوم الثلاثاء في فيديو بتشوف الفيديو فبتعرف لوين وصلت. تمام دكتور يعني خلص ما ضلش محاضرات هيك لا يوم الاحد خلصنا تشابتر 7. اوكي هلا انا ما غطيت تشابتر 7 كامل فبتشوف الفيديو لوين وصلنا. تمام دكتور فهمت. هاي التشابترز اللي يعني زي 5 و6 و7 ما بنغطي كل شيء فيها بنغطي بس ما يلزمنا منها. اوكي تمام معناته نراجع الفيديوهات عشان نعرف شو اللي بدك. هو في سيشن واحد. اوكي تمام تمام دكتور. اوكي خلاص فهمت عليك. نعم اي سؤال اخر؟ نراكم غدا ان شاء الله الساعه 5 وربع عشان نصلي المغرب ان شاء الله دكتور نبلش ان شاء الله ان شاء الله دكتور يعطيك العافيه.